شاء الله تبارك الله. هذا يا شباب سدر من الباحة عند الأخ الله يجزاه خير، سهل عليه وبارك لنا له وله. ما شاء الله تبارك الله. كيروس افتح أعطم ملعقة جديدة الله يجزاك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا اخوان اقسم بالله العظيم اللي رفع سبع ونزل سبع ان هاللي قدامي ذا مصنع من مصانع جده، هاللي انا ذقته الان مصنع من مصانع جده. جاي تذم في بضاعتنا يعني ما قصرت. الحج ما طلعت وجهك ولا تصور. لا عموما ممسوك واحد من بابها وصارت المشاكل. الهدف يا اخوان والله ما انا بقطع رزق الرجال ولا ذا ولا طلعت لوحته ولا ادري وش هو، لكن اخذ ماء وسكر والله انه ارحم من هاللي باع ذا واسويه ببيتي. انت مطوع وتخاف الله وتقبل. هذا صناعي يصنع بجده ونجران، لكن ما هو بشرها عليك على اللي مخليك تبيع هنا. عمي انا اقول لك زين، ما انا من انت؟ انا ما اعرفك ولا قلت اسمك. حط استكارك على العسل علشان ادري من انت واقول هذا لا تقربونه واوريك. ولو اقول لك كم رقم جوالك ولا من انت والله ما تعطيني اياه. وانا والله يا اخوان ما هو بقطع ارزاق، لكن والله العظيم ان المرض بعينه وعلمه. هل لي معروض الان اللي قدامنا شفناه تو، والله انه مرض. الطيب يمرض من اللي انا شفته من النوعيه. في مصنعين، واحد بجده وواحد بجيزان، يصنعن الشيره للمصانع حقت الحلويات. مع الاسف يستغل ويباع على انه عسل. بو مواصفات بو شكل، بس ما ودي اطوله معه. تلقاه صافي بالحيل، اذا رفعت الملعق ونزلته صافي. ان شاء الله ان حصل لي فرصة عرضت عليكم شكله، لكن نصيحة من اخو لاخوانه، احد يبيع بشارع لا تشري منه. لو هو طبيعي وسليم وذا يفترض العسل حنا كمسلمين انه علاج. وشلون لو خذ واحد عنده سكر ذا، ولا واحد عنده لا سمح الله مرض صعب، شلون بياكل منه ذا؟ شي بيصير عليه حاله. ذوب ماء وسكر وخله غلاط شيره واستخدمه، أقل ضرر عليك من الألوان الصناعية اللي محطوطة بذا والنكهات اللي ما يدرى وشي تسبب سرطانات ومشاكل غير الحل اللي موجود به. أنا ما أشرح عليه.